السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كيف حالكم أيها التلاميذ الأعزاء مستوى الثالث إعدادي؟ كذلك مترشح الأحرار. ألوغ، كيف ما وعدناكم؟ غنقدم لكم دابا في هذه الوحدة الأولى سيكونس أ إيشانج دو غاز ريسبيراتوار أو نيفو دو بومون. إيشانج دو غاز ريسبيراتوار أو نيفو دو بومون، قلنا لكم بأن هناك فترة ديال الريسبيراسيون، هناك جزئين، الجزء الأول متعلق حول التبادلات الغازية التنفسية، تنقصد بالأكسجين وثاني أكسيد الكربون على المستوى الرئتي بخصوص هاد الكيس الرئوي الفيول بيلمونير، وكذلك على مستوى الخلية كاين واحد القانون فيزيائي. المهم ناخذ هذا الميكانيزم، هذا تسمى الميكانيزم دي زيشانج دو غاز ريسبيراتوار او نيفو دي زالفيول. فاش نقول لكم دي زالفيول معناه هي على المستوى الرئتي، يعني اخر مطاف تبادلات تتم على المستوى ماذا؟ على المستوى على المستوى الكيس الرئوي لي زالفيول. شوفوا معايا دابا، خصوصا في الوثيقه السابعه دوكيمون 7. اول حاجه باش تفهموا الوثيقه قراو العنوان، هذا تسمى لا ليجوند ايشانج دو غاز ريسبيراتوار او نيفو دي نالفيول. باش تفهموا الوثيقه اولا بدا خص تركزوا على العنوان ايشانج دو غاز ريسبيراتوار او نيفو دي الفيول. اذن هانت فهموا بان هناك ما يسمى بالهواء، كاين عندنا صنفين، كاين اير انسبيري و اير اكسبيري. كما تلاحظوا في هذا الاسهم، هذا السهم هذا داخل هذا الكيس يسمى بالهواء المستنشق اير انسبيري نسبة الأكسجين ديالو تقريبا 21 مليلتر، ديوكسيد الكربون تقريبا 0.03 مليلتر. ألوغ بالنسبة لأير إكسبيغي، الأكسجين تقريبا 16 مليلتر، مي ديوكسيد الكربون تقريبا 4.5 مليلتر. أنا نسبة لكم فرق ما بين 0.03 مليلتر وما بين 0.5 مليلتر غير في الغاز، في هذا الهواء في الزفير، معناه الهواء خارج من الجسم. هذه النسبة ديال ثاني أكسيد الكربون تتكون نسبة مهمة مقارنة مع نسبة ديال ثاني أكسيد الكربون في الهواء المستنشق أير أنسبيغي، تبان لك الفرق. إذا المصدر ديال ديوكسيد الكربون كما قلنا لكم سابقا هو الخلية أو الخلايا، والمصدر الأساسي ديال الأكسجين هو الهواء خارج. هنا تنشوف بأن هناك واحد نسبة كبيرة من الأكسجين مهمة غنية 21 مليلتر، ولكن هناك غير 16 مليمتر. إذن فين مشات هذيك البقية؟ بيسير استهلكت من طرف الجسم أو استفادت من طرف الكمية استفد منها الجسم فهم؟ تقريبا 5 مليلتر، 5 مليلتر ولا 6 مليلتر على حسب في الحالات العامة، على انسان تيكون في حالة راحة عادي ما تيكونش عنده واحد الإجهاد عضلي او او شي نشاط فكري اللي تيطلب واحد الاكسجين اكثر، وهذاك الشيء تبقى بروبورسيونيل معنا بشكل نسبي، فهمتي؟ كل ما ازداد النشاط كل ما كانش الحاجيات ديال جسم الانسان من الاكسجين مهم. تعرفوا بان الاكسجين ما ضروري ينتج الطاقة، شي تعرفنا عليه سابقا في الدروس السابقة ديال التنفس. شنو هي المسألة؟ دابا فهمنا هاد لاير اكس انسبيري، فهمنا كذلك لاير اكسبيري، فهمنا الفرق ما بين لاير انسبيري و لاير اكسبيري من ناحية كمية ديال الأكسجين وديوكسيد الكربون. دابا نشوفو علاقة الهواء ب هذا الفيسو سانغان، فهمتي؟ إذا عندنا هاد لو فيسو سانغان، عندنا هاد هذا تسمى الوريد وهذا تسمى الشريان، فهمتي؟ دونك المهم الدم الوارد أو الداخل إلى الكيس أش يقول الكيس الرئوي هاد الفيول بيلمولير تكون غني بماذا؟ بثاني أكسيد الكربون.
غتلاحظ معايا ديوكسيد الكربون تقريبا 53 مليلتر، بينما الاكسجين تقريبا غير 15 مليلتر. دابا فهمت الفرق. دابا لو سون كي اونتر دون لي بومو تيكون مفتقر الى الاكسجين، تيكون عنده نسبه ديال الاكسجين، وهاد النسبه ديال الاكسجين ما تتكون بحال مثلا غير مرغوب فيها من طرف الخلايا خدات واحد النسبه كبيره ديال خدات واحد النسبه مهمه ديال الاكسجين، والبقيه تطرحوه بياسو في الدم، واللي تبقى كذلك في الدم لما تحتاجوش للخليه. بينما هاد ديوكسيد الكربون تقريبا نسبه كبيره 53 مليلتر، معناها بان الخليه هي من بين نواتج ديال التفاعل الكيميائي كما قلنا لكم سابقا ما بين مواد القيس اللي نيتريمون وما بين هذا الغاز ديال الاكسجين هو ثاني اكسيد الكربون. وكذلك انتاج الطاقه، دابا الطاقه ديال الجسم هو باش يمكن ليه يستمر، الطاقه ديال الانرجي ضروريه من لي فونكسيونمون ديال لي تيسيو ديال لي زورغان هادشي كامل. والمخلفات ديال هذاك التفاعل الكيميائي هو ديوكسيد الكربون تقريبا تيطيح على مستوى الدم 53 مليمتر، ولكن تيكون توقع لي هنا لي شونج، تنشوف بان نسبه ديال الاكسجين تزاد تقريبا 20 مليلتر، وديوكسيد الكربون تقريبا 49 مليلتر. اذا نقص بشكل كبير ديوكسيد الكربون بينما ازداد نسبه ديال الاكسجين. اذا الشريان هذا سون كي سور دي بومون تسمى الشريان، تكون غني بالاكسجين. فهمتوا دابا الفرق؟ فهمتوا دابا الشيما؟ اذا اعيد، بالنسبه لي انسبيري ولا اكسبيري بالنسبه لي الفرق بين استهلاك، تكون هناك استهلاك ديال الاكسجين وطرح المزيد من ثاني اكسيد الكربون خارج الجسم، بينما داخل الجسم معنا الهواء الوارد من الخارج نحو الجسم تكون غني بالاكسجين وتكون مفتقر تماما بثاني اكسيد الكربون. وهذا الدم الوارد الى الكيس الرئوي تكون غني بالاكسجين، باردون تكون غني بثاني اكسيد الكربون اسف، وتكون مفتقر بيسير الاكسجين. وفي الاخير تلقاو العكس، تكون استهلاك ديال الاكسجين من طرف الخلايا تكون مهم، اذا ضروري ان توفر الاكسجين. اذا الدم الخارج من الكيس الرئوي يكون مشبعا بالاكسجين. فهمت؟ انا فهمتكم بالعربي باش تفهموا بشكل جيد. انا نشوفوا هذا، شوفوا هذا القانون الفيزيائي. دابا عندنا الدوكيمون 8 ايشانج دو غاز ريسبيراتور سولو لي لوا فيزيك دو بريسيون. اذا كاين هناك واحد القوانين فيزيائيه ديال الضغط هي اللي خصني نشرحها لكم في خلال هذا الفيديو. لاحظتوا هنا كاين واحد التشابه ما بين هذه الصوره الاولى، الصوره في الوثيقه السابعه وفي الصوره في الوثيقه الثامنه، واحد التشابه. اذا نفس 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 العضو، هذا هو تسمى كما قلنا لكم الفيول بيلمونير، وهذا تسمى لو سونترون الفيول لو فيسو سانغا. هنا لو سون سورتون دو الفيول. شوفوا معايا دابا الضغط لا بريسيون اللي تتكون داخل هاد الكيس الرئوي. شوفوا معايا الضغط اللي تيوقع ديال الغازات بيان سور، وتيكون عندنا ضغط كتير وقوي بالنسبه للاكسجين. تعرفوا بان لا تدخل 21 مليلتر، اذا تكون 13.3 كيلو باسكال، هذا هو الضغط الكبير ديال الاكسجين. بينما الضغط ديال ثاني اكسيد الكربون تيكون منخفض على 5.3 كيلو باسكال، هذا دليل بان 0.03 ملليمتر، علاش؟ لان النسبه ديال قليل، لان الله تقريبا لا يتعدى 0.03. اذا النسبه ديال او الضغط اللي تيكون في ثاني اكسيد الكربون داخل هذا الكيس الرئوي البيول بيلمونير تقريبا 5.3 كيلو باسكال، اذا تكون الضغط كبير بالنسبه ل 13.3. إذن الغاز ديال الاكسجين ماذا يفعل؟ دائما الغازات تتخضع واحد القانون معين، دائما تذهب الى
الغاز دائما يذهب إلى المنطقة اللي تكون فيها الضغط منخفض. مثلا الأكسجين عنده هنا ضغط مرتفع 13.3 كيلو باسكال، خاص ولا بد يخضع واحد القانون الفيزيائي أنه يخرج من واحد المنطقة اللي فيها الضغط مرتفع ويذهب إلى المنطقة اللي تكون فيها الضغط منخفض اللي شفتو هنا 5.3 كيلو باسكال، وشوف هنا 13.3 كيلو باسكال. واضح ان هذا الغاز ديال الاكسجين ينتقل من الضغط اللي تيكون من واحد لازون اللي تتكون فيها لاوت بريسيون فيغ لازون اللي تتكون فيها باس بريسيون. فهمتوا دابا بشكل جيد؟ اذا هذا هو الدليل القاطع لان كاين هناك تسرب ديال الغاز الاكسجين من الالفيول بيلمونير نحو لو سان. فهمتوا دابا كيفاش؟ لان في هاد المنطقه ديال الدم تيكون الله نسبه قليله 5.3 كيلو باسكال، وتعرفوا بان الدم الوارد تيكون عنده ضغط كبير لان في مشبع بثاني اكسيد الكربون تقريبا 3.25 مليلتر الله تيكون فيه، معناها تيكون واحد الضغط مرتفع ضغط واحد لابريسيون كبيره 6.1 كيلو باسكال. اذا هذاك ثاني اكسيد الكربون يتسرب الى ما الى المنطقه كذلك، هو تيخدم نفس المساله تتسرب الى المنطقه اللي تتكون فيها الضغط منخفض. هادشي اللي تيفسر ان ثاني اكسيد الكربون يتسرب من الدم الى الكيس الرئوي. فهمت؟ والعكس الغاز ديال الاكسجين يتسرب من الكيس الرئوي نحو الدم لانه دائما يتبع هذا القانون الفيزيائي ديال لا بريسيون. الغازات دائما شوف لاحظوا لو بارو دي زالفيول اي بريميابل او غاز انت لي زالفيول لو سون لو غاز سو ديبلاس اي غاز سو ديبلاس دي كومبارتيمون او دو لا زون او لور بريسيون اي لا بلو فورت فير لو كومبارتيمون او لا زون او لور بريسيون اي لا بلو فيبل. لاحظوا اذا انتقال الغاز ديال ثاني اكسيد ديال الاكسجين من الكيس الهوائي او من الكيس الرئوي نحو الدم لانه يعني يذهب الى المنطقه التي يكون فيها الضغط منخفض. بالنسبه للدم هنا الله تقريبا 5.3 كيلو باسكال، ولكن العكس شوف هنا 13.3 كيلو باسكال لان تكون مشبع. في هذه الحاله اش يوقع؟ تنقص الضغط على ثاني اكسيد الكربون، تنقص الضغط على ثاني اكسيد الكربون كان في الاول 6.1 كيلو باسكال اصبح 5.3 كيلو باسكال. اذا لا بريسيون ديال الاكسجين تكون مرتفعه اكثر من لا بريسيون ديال ثاني اكسيد الكربون، هادشي اللي تيؤدي الى خروج الاكسجين من المنطقه اللي تيكون فيها من الدم مثلا الى الخلايا. فهمت؟ لان تكون مشبع هنا تكون عنده لا بريسيون دائما تيمشي للمنطقه اللي تيكون فيها المنطقه اللي تيكون فيها بالضبط الضغط منخفض. جميع الغازات لا ثاني اكسيد الكربون لا الاكسجين يذهب الى المنطقه اللي تيكون فيها اصلا الضغط منخفض. فهمتوا دابا؟ تلاحظوا هنا عندنا 5.3 كيلو باسكال وهنا 0.1 كيلو باسكال. اذا شنو يوقع؟ يوقع بان هناك تسرب ديال غاز ثاني اكسيد الكربون الى الكيس الرئوي، بينما العكس هذاك الكيس الرئوي تيكون فيه ضغط كثير ديال الاكسجين 13.3 كيلو باسكال والضغط منخفض ديال الاكسجين ثاني اكسيد الكربون على 5.3 كيلو باسكال. في هذه الحاله هروب تسرب ديال ثاني اكسيد الكربون تسرب ديال ثاني اكسيد الكربون من الدم الى الكيس الهوائي وتسرب ديال الاكسجين من الكيس الهوائي الى الدم. هذا هو معنى التبادلات الغازيه حسب القانون الفيزيائي. إيشانج دو غاز ريسبيراتوار سولو دي لوا فيزيك ديال بريسيون. دائما تذكروا معايا هنا قلنا لا باغواغ مع الجدار ديال هاد الكيس الكيس الرئوي اي بيرميابل يعني شفاف او كاس مريض يسمح بدخول وخروج ديال الغازات بشكل حر بشكل سهل. اونتخ لي زالفيول اي لو سون entre les alvéoles et le sang, les gaz se déplacent des compartiments où leur pression est la plus forte. Et là, c'est qu'on a un grand pour l'oxygène. Qu'est-ce qui se passe l'oxygène? Il se passe dans le sang. Et là, c'est qu'on a un grand pour l'oxygène. Et là, c'est qu'on a un grand pour l'oxygène.
où leur pression est la plus forte vers le compartiment où leur pression est la plus faible. تنذكر معايا دائما هذا القانون الفيزيائي الخاص بالضغط ديال الغازات. إذن سوف ننتقل إلى الشطر الثاني من الفيديو. سوف نتحدث حول الميكانيزمات ديال التبادلات الغازية التنفسية على مستوى الخلية أو نيفو دي سيلول. شرحنا لكم من قبل ميكانيزم دي زيشانج دو غاز ريسبيراتوار أو نيفو دي بومون بخصوص هاديك لي زالفيول بيلمونيغ، وفهمنا بشكل كبير هاديك القانون الفيزيائي ديال الغازات ديال الضغط لا بريسيون دي غاز. كذلك هو مثال هنا، إيش لاحظ؟ لاحظ هنا عندي كابيلار سانغا تيكون غني في الأول، دخول ديال الدم إلى الأعضاء تيكون غني بشكل كبير بالأكسجين ومفتقر تماما ثاني أكسيد الكربون. هذا القانون النسبة 104 100 مقارنة ب4. أما الخروج الدم من الأعضاء تيكون غني بثاني أكسيد الكربون ثم مفتقر الأكسجين. تلاحظ هنا هذا السائل الحيوي مهم جدا اللي تكون بين الخلايا والعروق الدمويه، تسمى لانف انترستيسيال او ما يسمى بالليكيد انترستيسيال، اي سائل بي خلوي. وعندنا لي سيلول، هاد لي سيلول مركز انتاج الطاقه. السيلول دائما نسميها مركز او مراكز انتاج الطاقة. المهم بنفسر لكم واحد الحاجة، هي ان خارج العروق الدموية تكون عندنا ضغط ديال ثاني اكسيد الكربون بشكل كبير اكبر من 46، غتشوفوا على البريسيون دي سي او 2 اي سوبيريور دو 46، اقل نسبة هي 46. علاش؟ نقول لكم علاش، لان هذاك الخليه راه تنتج لينا الطاقه وكذلك من المخلفات ديالها ثاني اكسيد الكربون. اذا كما قلنا لكم سابقا ان الغاز دائما تيخدع واحد القانون فيزيائي، ينتقل من واحد المنطقه اللي تيكون فيها الضغط مرتفع نحو المنطقه اللي تيكون فيها الضغط منخفض. هاد الخلايا تطرح على مستوى الدم من خلال هذا السائل البي خلوي هذاك ثاني اكسيد الكربون، وفعلا الغاز ديال ثاني اكسيد الكربون تيكون عنده واحد لا غروند بريسيون هنا لا خارج العروق الدمويه، تيكون عنده واحد لا غروند بريسيون تتوصل تقريبا واحد لما اكبر من 46. تنتقل الغاز ديال ثاني اكسيد الكربون من الخليه الى الدم. تعرفوا بان هاد لازون هادي تيكون فيه الضغط ديال الغاز ديال ثاني اكسيد الكربون ضعيف جدا، الله النسبه ديالو لا تقل على 40. فهمتوا كيفاش؟ تساوي 40، انا قلت 40 38 37 الى اخر، اذا ضعيف جدا مقارنه مع اكبر من 46. اذا الغاز ديال الاكسجين كذلك اللي تيكون هنا مشبع، يعني الدم اللي تيكون داخل الاعضاء تيكون مشبع بغاز الاكسجين، النسبه ديالو تتوصل ل 100. وتلاحظ بان الغاز دائما يخضع واحد القانون الفيزيائي، كذلك الغاز الاكسجين يتسرب الى الخليه من خلال هذا القانون الفيزيائي وبواسطه هذا السائل بي خلوي لانف انترستيسيال. اصلا الخليه تكون محتاجه للاكسجين. اذا هنا تيكون عندنا الحاجه ماسه الاكسجين، اذا الضغط تيكون هنا منخفض، الضغط منخفض ديال الاكسجين، بالعكس هنا الضغط يكون مرتفع ديال الاكسجين بشكل كبير، تيكون عندنا واحد العوض بريسيون. كما قلنا لكم سابقا نعود لكم نقول لكم هنا قانون ديال الفيزيائي اش يقول لنا، تيقول لنا فوالا انت لي زالفيول اي لو سون، هذه شفنا سابقا لي غاز سو ديبلاس دي كومباريت
du compartiment où la pression est la plus forte. L'entartique commence à végéter vers le compartiment où leur pression est la plus faible. Il reste de l'oxygène dans la zone qui est plus forte vers la zone qui est plus faible. Dans la cellule, il y a une chose masse et l'oxygène qui est une espèce de لأن تحتاج الأكسجين مع المواد القيس لإنتاج الطاقة سوف نشرح لكم لاحقا لإنتاج الطاقة وكذلك من مخلفات ثاني أكسيد الكربون. إذا تكون نسبة كبيرة ديال ثاني أكسيد الكربون في الخلية لا تحتاجها تطرحها في الدم ومن ثم إلى خارج الجسم. إذا هاد لافلاش تعني لو سونس دو ديفيزيون دي CO2 دايما الخلية تطرح في الدم هاد ثاني أكسيد الكربون لأن النسبة ديالو منخفضة تماما في الدم ونسبة مرتفعة في خارج العروق الدموية. وهذا السهم الاحمر هو لو سونس دو ديفيزيون دو او 2 معناه المنحه ديال الانتشار ديال هذا ديال الاكسجين اللي تنتقل من واحد المنطقه اللي تيكون فيها ضغط مرتفع جدا كبير جدا نحو المنطقه اللي تيكون فيها قليل بالخصوص لداخل الخليه. فوالا ننتقلوا حاجه اخرى لي سيلول فابريك دو لينيرجي من الخلية تصنع لأن دائما تصنع الطاقة ولكن كيفاش تمكن لك تصنع الطاقة من خلال هاد لينيتريمون لينيتريمون بالخصوص الجليكوز المصدر ديال الجليكوز هو السكريات الجليسيد. إذا كما شفنا سابقا في الدرس السابق ديال الامتصاص بخصوص في المستوى الأمعاء الدقيقة ليزانتستان غريل لانتستان غريل وليزانتستان غريل دابا هادوك لي نيتريمون فيهم انواع وبالخصوص اللي تيكون في الدم هو الجليكوز لان من بين لان من غير الجليكوز كان عندنا لي زازيد كرا هادوك تيسموا المواد الطاقيه تنتج الطاقه المواد الطاقيه ما لازم تنتج الطاقه نقدر نحتاجوا الجليكوز نقدر نحتاجوا هذاك لي زاسيد غرا ولا الجليسيرول نوع خاص بالنسبه للدهون ولكن بالخصوص الدم تيكون عندنا الجليكوز في اللمف تيكون عندنا لي زاسيد غرا قليل ما تلقى الدهون في الدم لانه خطير جدا الدهون خطيره بالنسبه للدم يعني تقدر تسبب لك بزاف الامراض بين الكوليسترول بس انت تكون عندك نسبه قليله ولكن ماشي كثيره بزاف المهم تيكون تصرفات دابا لي نيتريمون اللي تيهمنا اكثر هو الجليكوز تحتاج الخلية الجليكوز من بين مواد القيت تحتاج الديوكسيجين منين تجي هادشي من خلال الدم لو سون اريفون لو سون اريفون من داخل من الدم يدخل الى الاعضاء من بين الاعضاء من بين الاعضاء كاين هناك انسجه من بين الانسجه تكون هناك خلايا دابا الاكسجين عندنا ديوكسيجين عندنا لي نيتريمون اذا تيكون هناك واحد تفاعل كيميائي الناتج ديالو هو الطاقه والمخلفه ديالو ديوكسيد دو كربون سي او 2 اذا ديوكسيد دو كربون تيكثر بزاف في هذيك المنطقه في الخليه مع الغلط تيكون عندنا واحد الضغط قوي تما وهو غاز تتسرب الى الدم اللي النسبة ديالو تكون قليلة شي شرحناها سابقا تبع معايا لا رياكسيون شيميك انتر لي نيتريمون غليكوز خصوصا اي لو ديوكسيجين ليبر دو لينيرجي يعني كيف الجسم تيستفد من الطاقة شي طبيعي بان الجسم تيستفد من الطاقة اللي ضمان الاستمرارية ديال الحياة وكذلك ضمان لو بون فونكسيونمون دو كور ما يمكنش الجسم الانسان يستغني عن الطاقة اذا خصك توفر ليه لي نيتريمون توفر ليه ثاني الغاز ديال الاكسجين ماشي طبيعي لا رياكسيون شيميك انتر لي نيتريمون غليكوز اي لي ديوكسيجين ليبر دو انرجي اون بارتي دو سيت انرجي اي يوتيليزي ديريكتومون بار لي سيلول بور لور فونكسيونمون اذا جزء من الطاقه راه تخدم به الخليه لوتر بارتي ترانسفورمي اون شالور والباقي علاش كالحرارة علاش تحس بالحرارة تحس بالحيوية النشط تتخيك سو ليبيغ اوسي دي سي او دو
et d'autres déchets. La da'ililika. Les cellules puisent, les nutriments puisent. Les nutriments et les dioxygènes dans le sang, ils rejettent leurs déchets. L'oxygène au ressource de glucose, mais le même automatiquement. مخلفات ديالها هو ثاني اكسيد الكربون. اذا في الوسط ديال الخليه تيكون عندنا واحد النسبه كبيره ديال ثاني اكسيد الكربون غير نافع بالنسبه للخليه، تطرحه خارجا الى الدم، والدم كذلك تنقل هذا ثاني اكسيد الكربون الى الكيس الرئوي او مسمى بليزالفيول بيلمونير لكي يتم تبادل ديالو مع الاكسجين. وهذاك الغاز ديال ثاني اكسيد الكربون شنو المصير ديالو؟ هو خارج الجسم، وهذاك الاكسجين اللي تيكون داخل لي زالفيال المصدر ديالو هو الخليه. الخليه تحتاج الاكسجين، اذا خصو لا بد على الدم يقوم بالدور ديالو ونقي المواد القيت ونقي كذلك الغازات التنفسيه من بينها الاكسجين ومن بينها كذلك ثاني اكسيد الكربون. غير الجسم ما تيستفش من ثاني اكسيد الكربون يطرحه خارجا، والمصدر ديال اكسيد الكربون هو الخليه، والمصدر ديال الاكسجين هو الهواء. والهواء لا ريسبيراسيون نيفو دو لا سيلول، هذا هو العنوان ديال الوثيقه الخامسه. تنظن انكم استفدتوا، يمكن لكم تعودوا الفيديو عده مرات حتى تستافدوا وتستوعبوا هذه النقطه هذه ديال التبادل الغازي والميكانيزمات اللي تتم على مستوى على مستوى الخليه كما شرحت لكم دابا، وسابقا على مستوى الرئه بخصوص هذاك الكيس الرئوي او مسمى بليزالفيول بيلمونير. وفهمتوا هذاك القانون الفيزيائي اللي من خلاله يتم التبادل بشكل تفصيل كيف ما وعدتكم سابقا. اذا عندنا بزاف ديال المهم الحصه المقبله ان شاء الله. دابا سنين هذا المحور ديال ريسبيراسيون كمساعدة فهمتي. بالنسبة للحصة المقبلة الأخطار بروتيكسيون دو لاباري ريسبيراتوار خاصكم تجنبوا التدخين بالنسبة للشباب وكذلك الشابات، ما الشابات بحال الشباب تما تيدخنوا. يجب عليكم ممارسة الرياضة في الفضاء الأخضر، التنفس بشكل جيد، وتجنب هذوك شيقولو العوادم ديال السيارات وديال العربات، وتجنبوا التدخين. ما يكونش عندكم تدخين سلبي اي مرافقه اصدقاء اللي تيدخنوا او الصديقات اللي تيدخنوا، فهمت؟ جنبهم. بروتيكسيون دو لاباري ريسبيراتوار. لا فومي دو سيجاريت كونتيان دو تري نومبروز سبستانس نوسيف بور لورغانيزم اي تو بارتيكولير بور لاباري ريسبيراتوار او نيفو دوكيل سي سبستانس بوف انجندري دي مالادي غراف كوم لو كانسير. هذا ما سمعتوش. إذا الله يخليكم بلا ما تدخنوا وما تقربوش هذوك المدخنين، وهذيك لازون اللي تيكون فيها التدخين بحال المقاهي ولا شفتوا شي واحد يدخن بعدو عليه، بعدو منه وحضروه. من احسن تستعملوا من احسن تمارسوا الرياضه لي زاكتيفيتي فيزيك سون ديسبونسابل بور ان ديفلوبمون هارمونيو دو لا كاج توراسيك. نيسيسير دابروندغ ا بيان ريسبيري، تحاول تنفسو مزيان في الغابة، سيتادير انسبيري باغ لو ني بور ريشوفي لاغ اي لو ديباغاسي دو سيز امبيريتي. الفو تنفس يكون من الف الاحسن. الفو لوتي كونتخ لا بوليسيون اتموسفيريك، اذا تجنبو هاديك لي بوسيير، تجنبو لي بوسيير هاديك الغبار وهاديك الشي ديال الغازات السامة ديال التدخين فهمتي، ديال العوادم ديال السيارات الى اخره. الفو سوبريمي لو طاباجيزم، تما تذكر دائما التدخين. الفو سوبريمي لو طاباجيزم ريسبونسابل بلوز او موان لون تيرم دو برونشيت كرونيك اي دو مالادي كارديو فاسكولير اي دو كانسير. التدخين مضر جدا لانه يسبب عده افات وعده امراض مميته. المهم نكتفي بهذا القدر من المعلومات. الحصة القادمة تكون شيقة جدا حول الدورة الدموية لا سيركيلاسيون سانغين، غنتعرفوا عليها من خلال هذا الشمال، غنقدم عليكم ممتعة للغاية ومفيدة للغاية. وكذلك لو كور سوف نطرق الى العمل ديال القلب، شيء رائع جدا ينتظركم في الحصة القادمة ان شاء الله.
خلال هاد الدروس ملخصه لكافه التلاميذ المستوى الثالث اعدادي، وكذلك من ترشح الاحرار الكرام. شكرا لكم على حسن انتباهكم، والى اللقاء في حلقات قادمه ان شاء الله من جوكومبخون تي في.